المقترح اللي أعلن عنه سيادة أو الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال اليومين اللي فاتوا عن فكرة تحويل المساواة في الميراث ما بين النساء والرجال إلى قانون أثار جدل كبير في تونس، وكمان كان في مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للمقترح ده على مدار اليومين اللي فاتوا. الجدل ده ما كانش على الأرض بس، لكن كمان تحول وانتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتوسعت دايرته، بدل ما كان بين التونسيين بس في كلام وجدل، أصبح كمان العرب كلهم مشاركين في موضوع هل يصح أو لا يصح. خلونا نعرف أكتر عن الموضوع ده في الفيديو التالي. نص الدستور شو يقول؟ على المساواة بين المواطنات والمواطنين. هذا نص دستوري، والدستور هو أعلى قانون.